thank you السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو مختلف شوية غنتقاسم معكم التقضيه ديال الشهر وخانه هذا الشيء شريته غندوز به ان شاء الله ماشي غير شهر شهور يعني بعض الاشياء غيدوزوا لمدة مدة طويلة وبعض الاشياء طبعا غاد وخصني نعود نشريها فغنوريكم شنو شريت غنحاول نعطيكم الاتمينة الى عقلت ولكن غنقول لكم تمن ديال كل شيء شحال خلصت وفي الحقيقه مؤخرا ولا كيعجبني بزاف نتفرج فحال هاد الفيديوهات هادو ديال التقضيه ديال الشهر واخا داكشي كيختلف من آه من عائله لعائله وايضا من بلاد لبلاد فانا غادي نشارك معكم شنو شريت طريقه ديال التفكير يعني علاش شريت هاد الشي هاد الكميات الكبيره آه غنحاول غن نشرح لكم فاليوم هو يوم الجمعه كيف ما كتشوفوا فقط وجدت الفطور الوليدات فطور ساهل لان ما صبحش عندي الخبز في الدار عملت لهم شويه اكله ديال البانكيكس فغنعطيهم يفطروا وغادي يمشيو للمدرسه غادي نجمع الكوزينه هكذا بالزربه نغسل هاد ال... هاد هادو بالنسبه للتقضيه ديال التقضيه هادشي اللي شريت انا مشيت نهار الخميس في الليل مشي في الليل مشيت في العشيه ولكن ملي رجعت كان الليل فيعني الله قليل الوقت باش وجدت العشاء رديت شي مسائل المجمد وشي مسائل عملتها غير في الثلاجه على يعني هذاك اللحوم وداك على قسمته والخضره وداكشي خليتو خليته غير فوق الطابله ديال الكوزينه أه حتى نهار جمعة يعني اليوم وغادي نقسمو ان شاء الله غنوريكم شنو شريت فمن بعد ما جمعت الكوزينه هادشي هما يعني الاغلبيه ديال الاشياء اللي شريتها كاينه هنا, هنا. أه خضر وفواكه وايضا طبعا بعد داكشي المعلب ضروري وغنبداو باول حاجه لان هادشي من الميكات شريت غنقول آه... لكم الثمن الاجمالي ان شاء الله ديال الصخره كامله ولكن غنقول لكم في الاول بشويه بشويه فاش كيف ما شفتو شريت البطاطا شريت الطماطم او مطيشه وأيضا الافوكا بالنسبه للبطاطا شريت واحد آه... واحد الكميه كنظن تقريبا واحد 6 كيلو ديال البطاطا 4 كيلو زايده شويه ديال المطيشه واحد الصاك ديال لافوكا فيه تقريبا ستة ديال الحبات بالنسبه لهاد الشلاضه هادي او هاد السالاد ميكس كانت في كتباع هاد التقديه هادي خديتها انا من لو كون فري جيون هذاك السالاد ميكس كانت كتباع ب 50 سنت ولا تقريبا نص اورو ايضا خديت هاد البطاطا هادي بطاطا قصبيه واخا ماشي بحال ديال المغرب الشكل ديالها مختلف شويه ولكن كتعجبني ملي كتبان في هاد الوقت هذا كناخذها خديت تقريبا هنا واحد جوج كيلو غنقسمها ان شاء الله على جوج طبعا خزو ضروري من الاساسيات اللي خصها ضروري تكون في في الثلاجه يعني كنستعملوه تقريبا يوميا خديت هاد الساشي هذا فيه جوج كيلو نستعملوه في السلطات وايضا في طاجين الى اخره المرقه الى اخره بالنسبه للفلفله ما خديتش بزاف ديال الفلفله لان واخا هذا وقتها بانت لي لانني مشيت كيف ما قلت لكم في العشيه يعني آه ما بقى داكشي المزيان ما بقاش واخا يعني كيحطوه هما الخضره دائما فشريت هاد الفلفله هادي ديال المغرب وواحد هاد آه هاد شنو سميتو الكرومب الكرومب آه كيلو يعني هذيك فيها كيلو بالنسبه للفلفله كيف ما قلت لكم هذيك الفلفله الحمراء الكبيره اللي كتعجبني ما لقيتهاش او لقيتها ولكن دابله فخديت هذه الصغيره هذه هذه كتبان في هذا الوقت هذا آه كتكون فخديت منها تقريبا واحد جوج كيلو خديت السفرجل السفرجل ممكن طبعا نعملوه في المرقه ايضا ممكن نطيبوه بحال اللي غنعملوه في المرقه ولا الطاجين ونعملوه في السلطه هكذا سلطه تكون سخونه خديت شو سميتو هذا اللفت اللفت صفر الكسكسو ايضا الطاجين حنا في الشمال كنعملو ايضا في البيصار او في البيصاره الدنجال خديت غير جوج خديت غير جوج لان اصلا عندي انا تلاجة صغيره وهاد المكازان اللي حدايا كي الدنجال يعني الا احتاجيتو نقدر نمشي نشريه القرعه هذه القرعه ديال الكسكسو ايضا ديال الطاجين كاينين شي خضر ما كيتباعوش حدايا بحال دابا اللفت هاد الفلفله هادي ديال المغرب ما كايناش حدايا داكشي اللي حدايا كاين قليل بزاف فمن كنمشي كنتسخر هاد الصخره وخا الثلاجه ديالي صغيره ما عندي في الحقيقه يعني كان كنعمرها مزيان ولكن يعني ما عنديش اختيار فشريت البروكولي البروكولي كيتباع تقريبا 3 ديال الاورو الكيلو خديت شويه ديال المشروم ولا الفطر خديت هاد النوع هذا وخديت هذا اللي في الباكيه واخا هم واخا هذاك اللي كيكون الفوق كيكون زوين وداك اللي لتحت ما كيكون ماشي زوين بزاف فخديت خديت هذيك الباكيه هذيك خديت الخيار الخيار الصغير أه كي بزاف كيف ما قلت لكم ما كاينش حدايا كاين غير في هذا الماكازين هذا اللي تسخرت منه فخديت واحد الكميه كبيره التلاجة ما ما يوقع له في الثلاجه غير ما يقيسوش الماء الا قاسوا الماء يقدر يخسر الا ما قاسوش الماء كيبقى كي مزيان بالنسبه للقزبور والمعدنوس والنعناع فين ساكنه انا كاين مكازا وحده اللي عندها القزبور المعدنوس خصني نمشي في الصباح الا مشيت في العشيه ما كنلقاهمش واغلبيه ما كنلقاش هذاك المعدنوس ماشي المعدنوس القزبور ما كنلقاهش فمني كنمشي كنتسخر من هاد المغازه اللي بعيد اللي هو كرون فري جيان كان كناخذ كميه كبيره وانا في الحقيقه شحال هذه كنت كنقول كيفاش الناس كيعملوا كي قزبور المعدنوس في المجمد لا ولكن دابا يعني ما عنديش الاختيار يا اما نخليه في هكا في الثلاجه غادي يفسد وغادي يضيع واما غنقطعو من في المجمد ما عندي حتى شي خيار ثالث بالنسبه للنعناع خديت جوج قبطات خديت القزبر المعدنوس خديته بكميه كبيره والمعدنوس المعدنوس والقزبر والنعناع خديت غير شويه فغنرد هذه هاد الخضره هذه للثلاجه بالنسبه لهذوك البلاستيكات ديال الثلاجه في الحقيقه ما بقاوش عندي غنديباني بهادو اللي فايتهم مستعملاهم آه ما كتعجبنيش هذيك الميكا اللي كتكون في المغازا لانها بحال نقولوا بحال داك الكاغيط رهيف بزاف وما كتبينش شنو كاين في الداخل ديالها فكيعجبني نحطهم هكذا في ميكات واخا يعني الله يسمح لنا كنضيعوا الميكا بزاف ولكن ما كاينش شي اختيار بالنسبه للبروكولي آه غنلويه بحال هكا في البلاستيك الغذائي وغنعملو في الثلاجه بالنسبه للفلفله حتى هي من الاحسن انها تبقى في الثلاجه وخا الى يعني ممكن تخليوها خارج الثلاجه فحال انا عندي هذا بيت الخزين بارد بارد خصوصا في فصل الشتاء بارد بزاف وعاده ما كيكونش فيه الرطوبه او الرطوبه ديالو يعني قليله فكنعمل كنعمل هذاك الفلفله في واحد الصاك ديال الثوب وكنخليها يعني الا شريتها بكميه كبيره ما كتوقع لها حتى شي حاجه فالدنجلته هو غنعملو في الثلاجه النجل تاعها هو ما كيوقعلو حتى شي حاجه غير خصو ما يتقصش بالماء نهائيا هذاك آه آه الكرومب آه يعني اصلا مغلف بالبلاستيك غادي نعملو في الثلاجه بالنسبه لهاد البطاطا هذه هي عاده البطاطا ممكن نحتفظوا بها خارج الثلاجه ما كتوقع لها حتى شي حاجه ولكن هاد البطاطا ديال القصبيه بما انهم مقطعينها ضروري خصها الثلاجه ولكن بما ان الثلاجه ديالي دا نقولها صغيره ما عنديش فين نحطهم كيف ما كتشوفوا هنايا عملتهم في هذا الساك ديال التوب هما والفلفله وغنعملهم في بيت الخزين وان شاء الله غير تخوالي الثلاجه يعني هكذا واحد اليومين غن يعني غنستعمل هذيك الخضره شويه غتخوالي الثلاجه شويه غنوضع غن فيها هذيك البطاطا القصبيه الكروم حتى هو غنعملو في الكروم حتى هو في الحقيقه كان ممكن نعملو مع هذاك الساك ولكن غنعملو دابا في الثلاجه المشروم او الفطر حتى غادي نجمعو في الثلاجه بالنسبه لهذاك العلب ديال الشلاض ديال الصلاد من الاحسن الا كان عندكم ثلاجه كبيره تخليوهم هذا الراي ديالي انا يعني نكون غالطه مهم انا الراي ديالي من الاحسن يبقاو هكذا في هذه العلبه هذه أه ولكن بما انني انا ما عنديش البلاصه انا خديت واحد الساك واحد البلاستيك هكذا واحد سبحان الله العظيم ساك بلاستيكي وفرشت له الورق ديال المطبخ وكل يعني كميه وكميه غنعمل المزيد من الورق ديال المطبخ باش يتشرب هذاك الماء الزائد او الرطوبه الزائده اللي في هاد الشلاضه هذه وغنحاول نخرج الهواء من هاد الساك هذا غادي نربطو وهكذا غنحتفظ نحتفظ هاد الشلاضه هاد في الثلاجه ولكن ما تاخذليش كميه كبيره وان شاء الله ما يوقع لها والو أه فعلا نوريكم الجزء الثاني من من, من هذاك الشيء اللي تقديت هذا الشيء ديال ديال اللوبيا الحمص الى اخره شريت هذا الشيشة ديال الشعير الغليظة والرقيقة الغليظة طبعا طيبة كتر حسوه ولا في الصباح ورقيقة ان شاء الله غن بها الخبز ديال الزرع خديت واحد الكيلو ديال الحمص كيلو ديال العدس وهذا آه كسكسو كيلو عندي واحد الباكية بقى وده بخديت كيلو عندي هنايا هاد هاد الطير وايضا آه كنت شفت بزاف ديال الوصفات كيستعملوا هاد ال... هاد لي بات هادو اللي مكركبين صغار ما عرفت شنو الاسم ديالهم مع صلصه ديال الطماطم فبغيت نجربها فخديت وحده شريت ايضا الزنجلان اه الابيض بالنسبه لهاد ال... الخبز ديال الطورطية طبعا من الاحسن الا كان ممكن تصاوبوه في الدار انا شي بعد المرات هكذا ما كيبقى الوقت وكنبغي نصاوب شي حاجه بالسربه فخديت هذاك غير الديباناج والورقة ديال ديال البريوات وديال السيجار خديت جوج كبار وجوج صغار ولا كانت شي شوربة ولا شي حاجة يعني ماشي دائما ساندويتشات يعني كي ديباني وهكدا بالنسبة لهاد الصلصة هذه أنا دايما عندي في الدار هاد الصلصة هادي هذه هادي متحقة ماش ماشي صلصة هادي غير مطيشة ما فيها لا ملحة لا ملح حتى شي حاجة مطيشة أه مطيبينها وكيعملوها هكذا في القراعي هذه كنستعملها اغلبيه يا اما في البيتزا يا اما في لي بات بحال هكذا مع الكفته ولا ما كنعملهاش في الطاجين اغلبيه البيتزا ولا لي خديت هذا الزيتون هذا الكحل وهاد بحال أه البصله الصغيره اللي منشفه كتجي زوينه في الشلاضه فكيف ما كتشوفوا انا خديت كميه كبيره من هذا الشيء علاش غنشرح لكم علاش كاينين الناس ملي كتقدى كتقطد داك الشيء اللي غادي يقدها في الشهر فقط صافي باش هكذا كتوفر الفلوس وكل واحد كيف ما قلت كيمشي المصروف ديالو على حسب البلاد اللي فيه على حسب العائله المهم على حسب كل واحد وكيفاش عامل انا بالنسبه لي كنفضل انني نكون عندي هذا الشيء في الدار واخا نصرف واحد شي حاجه يعني نصرف داكشي زايد واحد الشهر كنفضل يبقى عندي هادشي الاساسي في الدار واخا الا شي 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 شهر ما بقاش عندك الفلوس ولا تخصيت يعني كتلقى على الاقل كيفاش ديباني ما تبقاش هكذاك واحله فالمهم انا هذه هي الطريقه ديال التفكير ديالي خصوصا هاد الاساسيات هادو بحال الحمص اللوبيا العدس أه الطحين الطحين ديال الزرع الطحين الابيض لي بات الزيت الزيت انا ما لانه عندي صيفطوا لي الوالد ديالي من المغرب عندي زيت الزيتون وايضا زيت الرومية عندي وحتى الطحين ديال الزرع صيفطوا الوالد ديالي من المغرب عندي فهاد الاساسيات بالنسبه لي انا ضروري يكونوا في الدار دائما أه هكذا الا قعدت كيف ما قلت لكم الا رب الله يعني هذه هي الحياه فيها آه فيها هكذا وهكذا على الاقل كنلقاو باش كنديباني و كنلقاو باش كنطيبو يعني كندوزو ليام ماشي نبقاو هكداك الله كريم ما كاين الله كريم دائما يعني ما كاين باش نقضيو المهم هذا السبب علاش انا دائما كيعجبني تكون عندي كل شيء في الدار آه هنايا شريت في حقيقة هذا ماشي فينو في حال الطحين هو أصفر أرطب ماشي رطب حرش ولكن ماشي بيض صفر في حال الفينو هو رطب بزاف يعني ما نقولش في حال الطحين ولكن ماشي مكركب شريت خمسة كيلو بالنسبة للأجبان والحليب وإلى آخره خديت هاد الباكية هادي ديال الجبن ديال تشادر فيها كيلو و ديالها كان 5 ديال الاورو وهاد الباكيه ديال الموتزاريلا فيها كيلو حتى هي الثمن ديالها 5 5 وتسعين ديال الاورو خديت هاد الياغورت هذا التركي في الحقيقه هو ما يصلحش للماكله لان الكميه ديال الدسم فيه عاليه بزاف غير هكذا الحلوى والصوص المهم وزوين بزاف هو ولكن كيف قلت لكم نسبه الدسم عاليه خديت هاد الفرماج هذا اللي عامل بحال الفيطه ولكن هاد الماركه هادي ما ملحش بزاف وفي نفس الوقت يعني كتدهن وكيعجبني وكيعجبنا احسن من الماركه الاخرى ورخص هاد الماركه هاد النوع هذا رخص من اللي كنت كنشري فخديت منه جوج بالثمن ديال الواحد اللي كنت كنشري شحال هادي ف هاد الجبن هذا غنقسمه على يعني على حسب هاد الكميه هادي تقدر تدوز لي حتى جوج سيمانات يعني هاد الكميه هادي اللي في البلاستيك جوج سيمانات وما يوقع لها حتى شي حاجه في الثلاجه باقي غنعملو في المجمد بالنسبه لهاد اللحوم هادي يعني انا ما كنشريهاش قليل بزاف خديت هاد العلبه هادي غير هاد المره هادي ف ندوزو للحوم بالنسبه للدجاج خديت كميه ديال الدجاج اول حاجه خديت هي هاد الصدور هادو ديال الدجاج تقريبا واحد 3 كيلو بالنسبه للثمن الثمن كان مناسب بزاف ما عقلتش عليه ما عقلتش شحال ولكن ماشي غالي عاده انا كنشري اللحم من عند الجزار ولكن لاحظت بان الجزار اللي كنشري من عنده هو كيشري من نفس هذا المحل هذا ديال لو طبعا كاينين شي حوايج ما كياخذوش كي من عنده وفي الحقيقه اخر مره تسخرت من عند الجزار عطاني واحد الدجاج يعني حالته هاد الصدور ديال الدجاج فيهم واحد الريحه واخا فرديتهم له وبدلتهم حتى هذاك اللي شريت بقات يعني داكشي الشيء قديم صافي ما بقيت حملت نرجع عنده فغنجرب هذا اللحم هذا ديال هاد المغزى واخا هو حلال وان شاء الله الا لقيت شي كزار اخر حدايا حسن غنحاول يعني نبقى نشري من عنده فالصدور ديال الدجاج غنلويهم كيف ما شفتوا في بلاستيك غدائي كل وحده بوحده هكذا 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 الى حتى غير وحده ولا جوج نجبدهم بدون مشكل بالنسبه للفخات ديال الدجاج حتى قسمتهم على ثلاثه بالنسبه للجناح ديال الدجاج انا قليل فين كنشريه تقريبا هذه ثاني مره اللي كنشريه من الوقت اللي جيت لفرنسا بغيت نجرب واحد الوصفه ديال الباربيكيو وينكس خديت واحد الكميه والثمن ديالهم ما غاليش واخا بزاف ديال الناس كيقول لك ماشي مزيان مهم ما عندنا ما نعملو آه كناكلو الدجاج وكناكلو حتى هادو يعني المهم آه هذه هي الطريقه اللي كان من انا هذاك الطرف الاول ديال ديال الجناح ما عندنا ما نعملو به ما فيه حتى شي حاجه فيه غير العظم كنقطعوه والباقي ديال الجناح كنقطعوه على جوج بحال هكذا هاد التقطع هذا كنعملوه قبل ما نغسلو الدجاج يعني بالملحة الى اخره باش ماشي نغسلو هذاك الدجاج وعاد نعاودو نقطعوه ما عرفتش واش شرحت لكم مزيان المهم بالنسبه للطريقه ديال الغسل ديال الدجاج كل واحد يعمل الطريقه اللي بغا انا قسمته يعني غسلته وخليته كيستقطر وقسمته على الكميه اللي غتقدني كل مره بالنسبه للحم خديت كيلو ديال اللحم ديال العجل وكيلو ديال نسيت أم... شنو الاسم ديالو حتى هو العجل ولكن بحال أم... نقولو البكري وهذاك العجل ما أم... عرفت الفرق بيناتهم ولكن اللحم أم... أم... ديال الاخر ابيض والاخر اللحم ديالو احمر ما أم... شنو الاسم ديالهم بالعربيه مهم قسمتهم على أم... نص كيلو نص كيلو نص كيلو نص كيلو بالنسبه للحوت انا ما كناكلش الحوت تماما تقريبا عمري ما كناكلو ما بقيتش كنقدر نشوف فيه ولكن انا ما كايناش بوحدي في الدار كنحس بالدم هكذا عمرنا ما كناكلو الحوت في الدار خصوصا دابا كاينين وليدات صغار ف يعني ضغطت على نفسي قلت ضروري خصني نبقى مره مره على الاقل مره في السيمانه ما في السيمانه نطيبو الحوت فشريت هذاك الفيلي ديال الحوت لي قسمته على ثلاثة شريت السمون البارح في اللي قطعتو طريفات وعملتو في بلاستيك وايضا السردين نقيته البارح وعملته هكاهم بالنسبه للحوت راه ما غنحتفظش مده طويله يعني هاد السيمانه ان شاء الله غادي ناكلوه بالنسبه للحوت شفتو هكاك طويل ما عرفتش الاسم ديالو ولكن هو مصيد في البحر ديال في بحر اوروبا الشماليه يعني ماشي ديال الصين يعني نوعيه جيده فهذا هو المجمد ايضا شريت تقريبا واحد 3 كيلو ديال الكفته هكذا مفرقه غنشوف كيف اه ما قلت لكم انا عاده كنشري من عند الكزار ولكن هذه هاد المره هذه شريتها واجده غنشوف واش كاين شي فرق بالنسبه للخضر المجمده شريت الجلبانه الفول والفلفله هكذا مقطعه لان كيف ما قلت لكم اه الفلفله كانت بحال اه اه الا قديمه لاويه فما خديتهاش خديتها هكذا مجمده بالنسبة للمواد ديال التنظيف خديت هادوك الوايبس ديزانفكتونت وهذاك اللي كان به الأواني وأجاكس ديال الزاج بالنسبة الأشياء الأخرى اللي خديت قبل ما ننسى خديت تقريبا واحد كيلو نص ديال التفاح كيلو ديال الحامض وكيلو ديال البنان شي الاخر كان عندي من من الاسبوع اللي فات ايضا البيض خديت تقريبا واحد 21... عشرين شي خمسة وثلاثين حبة ديال البيض صافي هذه هي التقديه ديال الشهر اليوم كيف قلت لكم الجمعة غنعمل الكسكسو بالنسبة للمجموع اللي خلصت هي ميتين وثمانين اورو كيف ما شفتوا يعني الكمية ديال هاتش اللي شريت كبيرة بزاف بالنسبة للحمر غيدوز يعني مدة طويلة بزاف يعني أنا من جيت من المغرب حتى لدابا تقريبا من سبتمبر حتى لدابا شريت اللحم مرة وحدة وهذه هي المرة الثانية يعني راه ما كان ما كان ما اللحوم بزاف اغلبيه كنشري غير الخضر والفواكه والقطاني الى اخره ف الكمي الفلوس اللي خلصت هادشي كله اللي شريت اه شريت شي هذاك الدجاج اللي جاهز كنت طيبته نهار الخميس في الليل العشاء اللي هذا كان ظن الثمن ديالو 6 ديال الاورو وماشي دجاج بحال دوك الناغيتس اه وايضا واحد الورقه الورقه اللي كنعملو بها السيجار ديال الشينوا هذيك كان ظن واقيلا 3 ديال الاورو هادشي اللي خديت والثمن كيف ما قلت لكم 280 اورو فمعرفتش واش هادشي بزاف ولا يعني المويان ديال الناس اللي ساكنين في فرنسا المهم انا هادشي غيدوز مده طويله ان شاء الله طبعا كاينين شي مسائل نعاود خصني نشريهم في حال دابا الجبن ولا الحليب أه ايضا نسيت ما قلت لكم شريت جوج باكيات ديال ما هادو كنقولوا تقريبا الحقيقه ما عرفتش الثمن ديالهم ولكن كنظن ما يكونوش كتر من ثلاثة ديال أورو يعني في ديال الأورو بجوج فهذا هو الثمن اه اللي خلصت فمعرفتش عرفت واش بزاف ولا ناقص ولا المهم اه كانت منا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم بالنسبة للكسكسو الناس اللي غادي يسولوني عليه اه كل شيء يعرف من الكسكسو وش حال مرة حطيته معكم ايضا البانكيكس اللي حطيتهم في الاول ديال الفيديو غنخليهم لكم ان شاء الله والكسكسو ايضا في شي رابط في شي فيديو فايت حطيتهم سابقا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتم منه ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم